المخلوط الجزء الثاني. خواص المخاليط تتكون من خلط نوعين أو أكثر من المواد. تظل مكونات المخلوط كما هي قبل وبعد الخلط، يعني مش بتتغير. تحتفظ مكونات المخلوط بخصائصها قبل وبعد الخلط. مكونات المخلوط بقدر أحطها بأي كمية، مش مرتبطة بأي نسب وزنية. يمكن فصل مكونات المخلوط بطرق سهلة وبسيطة. تكوين المخلوط. كيفية إعداد كوب من مشروب الليمون. لما بنيجي نحضر كوباية من عصير الليمون، هنجيب كوباية من المية وكمية من السكر وكمية من عصير الليمون، وبنخلط المكونات دي مع بعض بالتقليب الجيد لغاية ما السكر يدوب تماما ويتكون محلول سكري اللي بيختلط بيه الليمون بعد كده. المحاليل هي نوع من المخاليط، ولكن نوع خاص حيث تختلط المكونات مع بعضها وبتتداخل وتتفتت أجزائها لدرجة إن أنا مش بقدر أشوفها بالعين المجردة. طرق تكوين المخاليط. يمكن عمل المخاليط بعدة طرق، منها الرج أو الطحن أو التقليب، وبتختلف طريقة عمل المخلوط باختلاف حالة المادة. يعني مثلا المواد الصلبة والسوائل بتختلط عن طريق الرج أو التقليب، زي ما أكون بضيف سكر على مية عشان أعمل محلول سكري أو مية بسكر، أو محلول ملحي عند إضافة الملح مع الماء. المواد السائلة تختلط عن طريق الرج أو التقليب، زي خلط عصير الموز باللبن أو الفراولة باللبن. المواد الصلبة بتختلط عن طريق الرج أو الطحن، زي خلط ملح الطعام مع الفلفل الأسود. طرق فصل المخاليط. يمكن فصل المخاليط بعدة طرق، هما 4 طرق معروفة: الجذب المغناطيسي، التبخير، الترشيح، وقمع الفصل. الجذب المغناطيسي دي طريقة بستخدمها في فصل مخلوط من مواد صلبة يحتوي على مواد مغناطيسية زي برادة الحديد. لو حبيت أقوم بنشاط زي كده، بجيب طبق زجاج وفيه شوية رملة وبرادة حديد ومغناطيس، وبخلط الرملة مع برادة الحديد وبقرب المغناطيس من المخلوط. هلاحظ إن برادة الحديد تنجذب بالمغناطيس لأنها من المواد المغناطيسية، ويتبقى الرمل في الإناء. علل: يستخدم المغناطيس لفصل مخلوط من برادة الحديد والرمل لأن الحديد ينجذب إلى المغناطيس، بينما الرمل لا ينجذب للمغناطيس. أما تاني طريقة معانا، بستخدم الترشيح في فصل المخاليط. إزاي هقدر إن أنا أستخدم الترشيح؟ هجيب مخلوط من الماء والرمل وأحطهم في كأس، وطبعا الرمل مش بيذوب في المية. هحط ورقة الترشيح داخل القمع وهثبته على حامل. هحط الكاس فارغة تحت القمع، هصب المخلوط داخل القمع، وهلاحظ ان الماء بينفذ او بيعدي من خلال ورقة الترشيح وبيتبقى الرملة فوق الورقة. الاستنتاج ان عملية الترشيح بتستخدم في فصل المواد الصلبة غير ذائبة في المحلول، زي فصل الرمل عن الماء. التبخير. عملية التبخير تستخدم في فصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول، زي فصل الملح عن الماء. هنكون مخلوط من الماء والملح في الكأس عن طريق التقليب. هنلاقي ان الملح بيذوب في الماء. لو سخنا المخلوط على اللهب، بنلاحظ ان بالتسخين يتبخر الماء ويتبقى الملح في الكأس. اما قمع الفصل فيستخدم في فصل مخلوط السوائل التي لا تمتزج مع بعضها، مثل مخلوط الماء والزيت. وطبعا قمع الفصل زي ما احنا شايفين قدامنا، بنحط كمية من الماء في كوب وكمية من الزيت ومبنمسكوش مع بعض. هنضع محتويات الكوب في قمع الفصل وننتظر فترة حتى يطفو الزيت على سطح الماء. هنفتح الصنبور الموجود في قمع الفصل وهنحاول ان احنا نفصل الزيت عن المية. هينفصل الماء عن الزيت ويسقط في الكأس، ويبقى الزيت داخل قمع الفصل. علل: يمكن فصل مكونات المخلوط بطريقة سهلة لأن مكوناته غير متحدة مع بعضها. أما يمكن فصل السكر عن الماء بالتبخير وليس الترشيح، لأن السكر من المواد التي تذوب في الماء.